أصدقائي الأعزاء، اليوم سنروي لكم قصة حماية عزير عليه السلام. عزير عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، أعطاه الله الحكمة ولم يكن أحد أحفظ ولا أعلم بالتوراة منه. خرج ذات يوم إلى ضيعة له يتعهدها، وفي الطريق مر على قرية خاوية على عروشها، فرأى عظاما بالية، فقال في نفسه متعجبا غير مشكك في قدرة الله أن يحيي هذه الله بعد موتها. فأمته الله 100 عام، ثم بعث ملكا فأحياه وسأله كم لبثت؟ فرد عزير عليه السلام: لبثت يوما أو بعد يوم، لأنه نام في وقت الظهيرة وبات في آخر النهار. فرد عليه الملك: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك لم يتسنه. فنظر عزير عليه السلام إلى طعامه وشرابه فوجده كما هو، لم يتغير ولم يفسد. ثم أمره الملك أن ينظر إلى حمايه فوجده عظام النخلة، فنادى الملك عظام الحمار فأجابت وركبت حتى صارت هيكلا عظميا، ثم وضع عليه العروق والأعصاب، ثم كساه لحما وأنبت عليه الجلد والشعر ونفخ فيه فأحياه الله. فلما رأى عزير عليه السلام هذه المعجزة تتحقق أمامه قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. سبحان الله، هذه القصة دلالة واضحة على ثبوت البعث يوم القيامة، وأن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه أي شيء، فهو الذي يحيي ويميت. بارك الله فيكن يا صديقاتي، وأتابكن خير التواب. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.